السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا آدم؟ مرحبا بك يا صغيري في نشاط جديد من أنشطة اللغة العربية. هيا يا آدم نرى ما هو نشاط اليوم. نشاطنا اليومي يا آدم هو بر الوالدين. هل تستطيع يا صديقي أن تخبرني ما هو بر الوالدين؟ أسمع كلامهم. أسمع كلام مين؟ بابا ممتاز، أسمع كلام بابا وماما وأحبهم، صحيح يا آدم؟ نعم ممتاز يا آدم. هل تعلم يا آدم شعارنا اليوم هو أبي وأمي سر سعادتي؟ كيف يكون أبي وأمي سر سعادتي يا آدم؟ بابا وماما يا آدم بيحبوني كثيرا، صحيح؟ وأحترمهم. ولكن يا آدم هل تعلم لماذا أبي وأمي سر سعادتي؟ لأن أبي وأمي هم الذين يقومون بكل شيء من أجلي دون أي مقابل، هم لا يريدون مني أي مقابل، هم يفعلون ذلك لأنهم يحبونني، صحيح يا آدم؟ فأنت عندما أمرض، عندما نعم يحضرون لي الألعاب، ممتاز. وأيضا عندما أمرض صغيري من يذهب بي ويسرع بي إلى الطبيب؟ ماما وبابا. عندما أشعر بالبرد والتعب ويقص درجة حرارتي، ومن يقوم بطهي الطعام اللذيذ لي الذي أحبه؟ بابا بيطبخ؟ ماما. طيب من يذهب معي إلى الحديقة ويأخذني إلى مدينة الألعاب؟ نعم ويجيبون لي الكثير من الهدايا، صحيح صغيري؟ نعم. هل ماما وبابا يريدون مني أي شيء في مقابل هذا يا آدم؟ نعم أسمع كلامهم فقط، هم يريدون مني أن أكون طفل شاطر مهذب، أسمع كلامهم شاطر ومهذب وأن أصبح أفضل ولد في العالم، صحيح؟ نعم. إذا أمي وأبي فقط يريدون مني هذا ويعطوني في المقابل كل شيء، إذا لذلك يا آدم أبي وأمي سر سعادتي. حسنا سر سعادتي. نعم ممتاز صغيري، أحسنت. سترة. نعم معلمتي الجميلة. ماذا أحضرت لك ماما في عيد مولدك؟ أحضرت لي لعبة. لعبة، نعم لعبة. إذا ماما أحضرت لي لعبة، هل تنتظر مني مقابل هذه اللعبة أي شيء؟ لا. لا، هي أحضرتها لي لأنها تريد مني أن أكون سعيدة. هل أصبحت سعيدة عندما أحضرتها ماما لك؟ نعم. نعم، إذا ماذا يجب عليك أن تفعلي لماما وبابا؟ أقول لهم ماذا؟ وأقول لهم شكرا، صحيح؟ صحيح. واسمع كلامهم وما تعبهمش، صحيح يا سدرة؟ صحيح. ماما وبابا، صحيح يا سدرة؟ صحيح. نعم، أحسنت صغيرتي، ممتازة. سارة. نعم معلمتي. هيا بنا الآن نشاهد هذا الفيلم المسجل ثم سأعود وأسألك، هل أنت مستعدة؟ نعم. هيا بنا نستمع إليه. ها؟ أبي، أعتقد أن هذا المكان مناسب للتخييم. سوف نذهب إلى مكان رائع على الجانب الآخر من هذه الجبال.
في هذا الكتاب العديد من الأفكار الرائعة والمثيرة التي يمكننا القيام بها في هذا المخيم. حسناً، سوف تكون نورة المسؤولة عن الترفيه في هذه الرحلة، ما رأيكم؟ شكراً، شكراً على ثقتكم، أعدكم بقضاء أجمل الأوقات في هذه الرحلة. أبي، كيف حالك؟ ماذا؟ حسناً حسناً، سوف نأتي حالاً. قبل كل شيء، سوف نبدأ بال... فوراً يا نورة، سوف نذهب للقرية فوراً، جدتكم مريضة. جدتي؟ الحرارة مرتفعة قليلا. نعم، أشعر بذلك، يجب أن نتصرف حالا. سوف أقوم بتحضير كمادات الماء البارد لنضعها على جبينها. سوف أقوم بتدليك أطرافها حتى ننشط دورتها الدموية. سأساعدك يا أبي. جدتي؟ حمدا لله على سلامتك يا أغلى الناس. كنا في شدة القلق. الحمد لله، أنا بخير الآن، يكفي شعوري بكل هذا الحب منكم. بعد شفاء جدتي شعرت بإحساس جميل لا يوصف. سوف أقوم بتأليف كتاب عن البر ودوره المهم في إطفاء الحب والسعادة على حياتنا. سارة، تسمعينني؟ نعم. هل أعجبك الفيلم؟ نعم. إنه يتكلم صغيرتي عن بر الوالدين، وقد جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يجب أن أقول؟ وعليه الصلاة والسلام. وعليه الصلاة والسلام. أنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا وصانا على أن أبر أمي وأبي، وأن أحق الناس بحسن صحبتي اهتمام بها أمي، ثم بعد ذلك أبي، صحيح؟ نعم. وهل تعلمين يا سارة أنه جاء في القرآن الكريم في بعض الآيات تحثنا على بر الوالدين؟ فقد قال تعالى: نعم، الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا جميلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى هنا يأمرنا بعبادته وحده وطاعته، فهو الله سبحانه وتعالى الواجب علينا عبادته فقط، وبعد عبادة الله طاعة أمي وأبي، وأن لا أقول لهما أف، فلا أضجر عندما تطلب مني أمي شيء، عندما تقول ماما لأحد البنات: ها أنا أريد كوب ماء، فتقول: لا يا أمي، أنا لست لدي الكثير من الأعمال اليوم، اسألي أختي أن تحضر لك الماء. هل هذا سلوك جيد يا سارة؟ لا. هذا معنى أف، أنني أتأفف من أن أطلب من طلب أمي وأبي، وأضجر من سؤالهما.
وهم تعبوا عشاني وربوني وانا ربوني وانا صغير، ها في المقابل ان انا ما يطلبوا مني حاجه اقول لهم اه؟ هل يصح؟ لا، يجب ان استمع الى كلام ماما وبابا، صحيح يا ساره؟ صحيح. انظري الى هذه الام، ماذا تحضر لاولادها؟ الاغراض التي يحبونها. الطعام. نعم، احضرت لابنها كتاب ولبنتها فاكهه تحبها وتاخذهم ايضا الى المدرسه، صحيح يا ساره؟ صحيح. اذا امي تهتم الى كل ما يفيدني ويسعدني، صحيح يا ساره؟ صحيح. شكرا لك يا ساره. اذا ماما وامي وابي سر سعادتي. شكرا لك صغيرتي. فطوم، ماما علمتي. انظري إلى الصورة، ماذا تفعل أمي عندما أمرض؟ تجيبولي. هل تكون سعيدة يا فطوم؟ لا. ماذا تكون أمي؟ حزينة، صحيح؟ صحيح. تحضر لي الشوربة، ها، وتقوم بالكمادات، بعمل الكمادات وإنزال درجة الحرارة لي، صحيح يا فاطمة؟ صحيح. نعم، وتجلس بجواري طول الليل دون أن تتعب. إذن هل ماما تحبني يا فاطمة؟ نعم. نعم، هذا يدل على أن أمي تحبني. لا، هل يصح بعد ذلك أن أقول لماما لا أنت لا تحبونني؟ لا. لا، لا يصح، لا يصح. إذا يا فاطمة، أمي وأبي يحب سعادتي. سر سعادتي، ممتازة صغيرتي، أحسنتي. عبد الإله، عبد الإله، من يأخذك إلى للتنزه في الحديقة؟ بابا. نعم، جميلة جدا يا فاطمة. بابا يأخذني وماما للتنزه في الحديقة ويجعلني أجلس على الأرجوحة ويؤرجحني، صحيح يا عبد الإله؟ صحيح. يلعب معي بالكرة. أنا وإخوتي، هل عند ذلك عندما يلعب أبي معي، هل أكون سعيد أم حزين يا عبد الإله؟ سعيد. إذن أبي وأمي يأخذونني إلى الأماكن التي أحبها لكي أصبح سعيدا. إذن هل هم يحبونني؟ نعم. إذن أبي وأمي عبد الإله سر سعادتي. ممتاز صغيري، أحسنت. ريم. نعم. ماذا ترين في هذه الصورة يا ريم؟ بتكتب. بنوتة بتكتب، مين اللي واقف جنبها؟ ماما. ماما، شفتي يا ريم؟ يعني أنت ماما بتجلس جنبك أما بتبقي في الحصة، صح؟ عشان تتأكد إنك أنت تمليتي، وإنك أنت فتحتي الكتاب الصح، وإنك أنت بتكتبي في المكان الصحيح، صح يا ريم؟ وسارة وعبد الإله وفاطمة وديمة وجميعنا، مين بيجلس جنبي أثناء الحصة؟ ماما، صح؟ ليه ماما يا فاطمة يا ريم بتجلس جنبي؟ عشان بتشوف الصفحة صح ولا لا؟ وعلشان هي كل هم ماما يا ريم إن هي تخليني شطورة، وإن تخليني متفوقة، وأكون ناجحة في دراستي، صحيح؟ صحيح. ماما دائما تريد مني أن أكون أشطر واحدة في الفصل بل في العالم بأجمعه، صحيح يا ريم؟ صحيح. نعم، إذا هل أمي وأبي ماذا؟ أمي وأبي ماذا؟ سر سر سعادتي. أبي وأمي سر سعادتي. نعم، أنا أحبهما كثيرا، صحيح؟ شكرا لك يا كريم.
محمد. نعم محمد، هو بس ماما وبابا اللي مفروض أبرهم وأحافظ على وأحترمهم وأحافظ على مشاعرهم، بس ماما وبابا ولا جدي وجدتي أيضا؟ جدي وجدتي. نعم. وأبي وأمي. كبير عندما في القصة عندما علم أن أمه مريضة وكان ذاهب للتنزه مع أبنائه، ها ترك التنزه وذهب مسرعا إلى أمه المريضة، صحيح؟ صحيح. وهذا ينطبق على قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ها واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نعم، أي عندما يمرضان ويتعبان ويكبران في العمر، ها اهتمي بهما كما اهتموا بي وأنا صغير، صحيح يا محمد؟ محمد. صحيح. نعم، انظر إلى الرجل عندما قص لأمه درجة الحرارة ويطمئن أنها أصبحت بخير ودعك لها قدمها. إذا أمي وأبيها سبب من أسباب سعادتي ورضا ربي في الدنيا والآخرة. هل تعلم يا محمد لولا رضا الأم والأب لا يدخل الإنسان الجنة؟ نعم. وعندما أقول لماما حاضر أو نعم يا ماما واسمع كلامها يا محمد، الملائكة تكتب لي كثير من الحسنات، صحيح؟ صحيح. نعم صحيح. هل تسمع كلام ماما يا محمد؟ نعم. بطل الأبطال، أحسنت صغيري. جود، يا جود، نعم علمتي. ماذا يفعل أبي في هذه السورة لي من أجلي؟ ماذا يفعل؟ يقرأ لي ماذا؟ كتاب. كتاب. وما تقرأ لي قصة قبل أن أنام، صح؟ وتحكي لي الكثير من الحكايات الجميلة الشيقة، صحيح يا جود؟ هذا يجعل خيالي واسع وأستمتع قبل أن أنام وأشعر بماذا؟ بحنان أمي وأبي علي، وتصبح لدي الكثير من الأحلام الجميلة، صحيح يا جود؟ إذا أبي وأمي يحبونني كثيرا، صحيح يا جود؟ صحيح. صحيح. إذا أمي وأبي سر سعادتي، صحيح. سعادتي. أحسنت صغيرتي. مريم. مريومة، ماذا يفعل أبي هنا في الصورة معي؟ يلعب معي. يلعب معي بالألعاب. معي. صحيح. ويشكل معي المكعبات، ها في أشكال كثيرة ومختلفة. من يرسم معك ويلون معك النشاطات كل حرف؟ ماما. ماما. إذا ماما تهتم بسعادة مريم، صحيح؟ صحيح. نعم، فلولا أمي وأبي، ها هل سأصبح سعيد أم حزين؟ حزين. شكرا لك يا مريم. إذا أمي وأبي يا مريم سر سعادة. ممتازة يا مريم، أحسنتي. ديما. أمي يا ديما لديها الكثير من الأعمال، فأنا وأخي ها نطلب منها الكثير من الأشياء، وهي تقوم بغسيل المواعين، جلي المواعين، وهي تقوم بكنس البيت، وهي تقوم بنشر الغسيل، وهي تقوم بالطبخ، وفي الآخر أيضا لديها وقت لي لكي تلعب معي أو تحكي لي قصة وتذكر لي، صحيح يا ريم؟ يا ديما؟ نعم. إذا ماذا أفعل لأكون بارع بوالدي يا ديما؟ ماذا أفعل عشان ماما وبابا أقول لهم شكرا يا ماما وبابا؟ ها ماذا أفعل ماما؟ أساعدهم. أساعد أمي. أساعد أمي في أعمال المنزل.
صحيح انظري إلى هذه البنت، ها رأت أمها لديها الكثير من العمل، فقامت بأخذ المكنسة بعد أن ها وسخت مكان ما أكلت، قامت بالتنظيف. صحيح يا ديما؟ صحيح. يعني كيف أكون بار بأمي وأبي؟ أساعدهم. صحيح، شكرا لك يا ديما. وماذا أفعل أيضا يا رقية؟ هل أشارك أختي التي تحبها؟ هي تشاركني في كل أنشطة التي أحبها، فهي تلعب معي وتحكي لي القصص وترسم معي. ها إذا أنا هل أشاركها أيضا فيما تحبه؟ نعم. نعم، حتى لو كان هذا الأمر فيه ضجر لي، ولكن أنا أشارك أمي في الأشياء التي تحبها، من زراعة الزهور، وسقي النباتات والخياطة والحياكة. صحيح يا رقية؟ نعم، إذا أشارك أمي في هواياتها التي تحبها. إذا أكون بذلك يا رقية بار بأمي، أكون بذلك بار بماذا؟ ممتازة صغيرتي، أحسنتي. نادين، نعم، ماذا أفعل أيضا لأكون برا بماما وبابا؟ أساعد ماما في ماذا؟ أشيل الأطباق. إن أنا أشيل الأطباق بعد الأكل أو وضع السفرة، صح؟ يا إما أضع الأطباق وأساعد ماما في حمل الأشياء من المطبخ إلى المائدة ورصها، وبعدما ننتهي من الطعام ها أحمل الأطباق الفارغة إلى المطبخ، وعندما أكبر قليلا أساعدها في جلي المواعين. صحيح؟ أننا أغسل الأطباق ونظفها معها. صحيح يا نادين؟ هل تساعدين ماما؟ نعم. هل تساعديها في نشر الغسيل؟ نعم. نعم، تناولينها الغسيل لكي تقللي عليها المجهود والمشقة؟ نعم. ممتازة صغيرتي البطلة. داليدا، داليدا، هل عندما أغضب يا داليدا وأكون يكون عندنا ضيوف أو يكون عندنا ناس في المنزل أو ذهبنا إلى أحد أو في الشارع، هل عندما أغضب من شيء أجعل صوتي عالٍ في وجه أمي؟ لا. ينفع أصرخ في وجه ماما وأقول لها إيه؟ تقول لي اشربي الحليب، هي عاوزة تشربني الحليب عشان هو مفيد ليا. لا، أنا لا أريد هذا الحليب، أنا لا أحب هذا الحليب، طعمه ليس جميلا، أو لا أحب أن آكل هذا الطعام، أنت طعامك ليس جميل. هل أعبر عن غضبي بكلمات ليست جميلة يا دليدا؟ لا. هل يصح هذا؟ لا. هكذا أقول لماما أف، وربنا سبحانه وتعالى يقول لنا إيه؟ ولا تقل لهما أف، أمرنا الله بعدم الضجر والغضب في وجه الأم والأب. صحيح يا دليدا؟ نعم. طب يا دليدا، ينفع يا دليدا وماما جالسة إني وبابا جالس وبنتفرج جميعنا على التلفاز، أحط يدي قدمي أضع قدمي في وجه ماما وبابا وأفردها؟ لا، هذه ليس من الآداب الإسلام، يجب أن أحترم من هو أكبر مني. ماما تحط القدم على قدم، ولكن دليدا ينفع تحط قدم على قدم في وماما جالسة؟ إيش؟ ينفع ماما دليدا تحط قدمها قدم على قدم وهي جالسة أمام ماما؟ لا. لا لا يصح. إذا يجب أن أمسك ويجب أن لا أغضب في وجه ماما أو أعبر عن غضبي بكلمات ليست جميلة. صحيح يا دليدا؟ نعم. شطورة، أحسنت صغيرتي. إذا هذا أيضا من بر الوالدين أن لا أضجر وأقول كلام ليس جميل في وجه ماما وبابا. إلينا، نعم، هل عندما تكون عندما أدرس أجعل ماما تقوم معي بجميع الواجبات، أو أم الواجب الذي أستطيع أقوم به وحدي، وإذا وقفت أمامي شيء أسأل ماما فيه؟ لا.
لماذا؟ هل تجلس ماما بجواري عندما أذاكر كل الدروس؟ لا، يجب أيضا أن أعتمد على نفسي كي لا أحدث الكثير من المشقة على ماما. الشيء الذي أعرفه وأجيده أقوم به بنفسي، والشيء الذي لا أجيده أتركه لماما تقوم به معي، صحيح يا دليدا؟ يا إلينا؟ نعم. مثلا صغيرتي، أحسنتي. ياسين، نعم معلمتي. ماما ياسين، عندما تذاكر معك ماما وتحل معك جميع الأسئلة والتدريبات وتقوم بعمل النشاط الجميل معك وترسم معك اللوحات الجميلة التي ترسلها لي، ماذا يجب أن تقول لماما على هذا التعب والمجهود؟ اقعد معي. اقعدي معي ولا أقول لها شكرا؟ شكرا. أقول لها ماذا؟ أقول لها شكرا يا ماما، شكرا يا أمي، صحيح يا ياسين؟ صحيح. أيوة، عشان ماما بتقوم بالكثير من الأشياء من أجلي. إذن في المقابل ياسين بيساعد ماما؟ نعم بيساعد ماما، بيلم ألعابه بعد ما يلعب؟ نعم. ولا بيتركها في الأرض؟ تلمو وبنحطها في المكان المخصص للألعاب، صح؟ صح. بطل. يبقى ياسين، أمي وأبي سر سعادتي؟ صح. صحيح. أنت إذن ياسين نتفق اتفاق اليوم، ها أنت بتقبل يد ماما وتقول لها شكرا، اتفقنا؟ جميعنا نقبل يد ماما ونقول لها أنا أحبك يا أمي، خلاص؟ اتفقنا يا ياسين؟ خلاص اتفقنا. حسنا صغيري، أحسنت. من لم أسأله؟ نسأل سارة. سارة. نعم معلمتي. سارة، أنت وأخوك الصغير بتضربوا مع بعض؟ بتضربي أخوك عندما يأخذ منك لعبة، أم أنت تحتوين أخوك الصغير وتلعبين معه؟ لا لا، ألعب معه كثيراً كثيراً. هل تعلمين عندما أتخانق مع إخوتي يا سارة، ماما وبابا بيزعلوا، بيحزنوا إن ولادهم الحلوين ها يضربوا بعض وبيزعلوا بعض؟ لا لا. إذن يجب أن لا ماذا؟ أنا أتشاجر مع أخي بل ألعب معه. هل أقول هو اللي رمى الألعاب أنا لن ألمها وأضعها مكانها؟ أساعده. أساعده، نعم. وإذا لم يقم بلمها وقالت لي ماما لميها أنت يا سارة، أقول لها لا 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 لن ألمها، هذه ليست أغراضي، أم أقول لها حاضر يا ماما؟ حاضر يا ماما. أيوة، يبقى عشان خاطر ماما بلمها. شطورة يا سارة. فطومي. نعم معلمتي. فطومي، أنت وآسر هل تتشاجرون في المنزل؟ لا. أم تلعبان معا؟ نلعب معا. نعم. وآسر هل يعاملك برفق عندما تريدين شيء منه؟ نعم. هل تعلمين أن هذا يجعل ماما وبابا سعيدان؟ إذن يا فاطمة، يجب اليوم علينا أن نقبل يد ماما وبابا وأقول لهما أنا أحبكما كثيرا. ماذا أقول لهما؟ أحبكما كثيرا. اتفقنا صغاري؟ إذن هيا بنا نستمع الآن إلى أنشودة جميلة عن بر الوالدين. نعم نعم صغيري، في كل وقت. نعم يا فاطمة. حاضر أبشري يا أمي، حاضر تأمرني يا أبي. حاضر أبشري يا أمي، حاضر تأمرني يا أبي. بيت البر رسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. بيت البر رسمت بقلمي وبأفعالي.
أفهي وكذا أدبي. لاي 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 لاي. بالبر حمينا أسرتنا من فرقتها وتباعدها. بالبر حمينا أسرتنا من فرقتها وتباعدها. فالحب هنا قد جمعنا فالحب هنا قد جمعنا وستبقى الألفة في غدها. حاضر أبشري يا أمي حاضر تأمرني يا أبي. بيت البر يسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. لاي 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 لاي. ما أحلانا حين ترانا بالبسمة جمعتنا ازدانا. ما أحلانا حين ترانا بالبسمة جمعتنا ازدانا. لست ترى للحسن مكانا لست ترى للحسن مكانا والسعد مودتنا صانا. حاضر أبشري يا أمي حاضر تأمرني يا أبي. بيت البر يسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. لاي 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 لاي. أمي وأبي قد ربونا بالحب وفعل الخيرات. أمي وأبي قد ربونا بالحب وفعل الخيرات. حصدوا ما قد زرعوا فينا حصدوا ما قد زرعوا فينا منهم نلنا خير صفات. يا أمي حاضر تأمرني يا أبي. بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. لاي 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 لاي. يحلو العيد إذا ما كنا بتراحمنا مجتمعين. يحلو العيد إذا ما كنا بتراحمنا مجتمعين. لزكاة الفطر وزعنا لزكاة الفطر وزعنا يا رب تقبل آمين. أبشري يا أمي حاضر تأمرني يا أبي. بيت البر يسمت بقلمي وبأفعالي وكذا أدبي. لاي 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 لاي. إذا يا تولين سنقبل اليوم يد ماما وبابا وأقول لهما ماذا يا تولين؟ أنا أحبكما كثيرا. أنا أحبكما ونقوم برسم صورة فيها قلب لماما وبابا ثم أعطيها هذه الصورة لماما وأعطيها لبابا. حسنا اتفقنا؟ لأقول لهما شكرا يا أمي وأبي. اتفقنا. فأمي وأبي سر سعادتي. أمي وأبي سر سعادتي. هيا جميعا هيا ديمة رقية. أمي وأبي سعادتي. أمي وأبي سر سعادتي. نعم أحسنتم صغاري. إذن أمي وأبي سر سعادتي.